مرحبكم إخواني أخواتي بكل خير، معكم ليندا عبر قناة أنوثة تيجي جي، قناة للوصفات الطبيعية المجربة. اليوم حبيت نفيدكم بمعلومة كنت جربتها يعني قبل الدوش وعطتني فائدة عظيمة، يعني ما تصوروش قد هذيك الفائدة رائعة جدا، اللي هي قماش الشعر. يعني تخيلوا معايا، أنا كلش كنت جربته مي قماش الشعر، سمعت ويمكن عندي 3 سنوات وخفت منه، خفت يعني إنه ما يكونش عنده فائدة. كما تعرفوا أنا أول حاجة نكره المداومة وهذيك الأشياء، وبالإضافة إنه عندي واحد العقلية نطول شوي باش نجرب الحاجة تكون جديدة. القماش وش هو البنات؟ القماش طبعا كنتوا تعرفوني اني ديما ندير هنا كما تشوفوا قهوة وسكر وزيت زيتون، قهوة سكر زيت زيتونة. ونظرا لانه انا اصلا من فترات كبيرة نعاني من القشرة، وكنت عطيتكم الشامبو تاع القشرة اللي استعملته لعلاج القشرة، ولكن هو ينشف شوي الشعر، فانا منحبش صراحة نغامر بالغاسين تاعي ونديرو ديما، وكذلك باش يعني نتفادى المشكل هذا تاع القشره بطريقه امنه، يعني يكونها ساعات نغسل بالشامبو وساعات ندير حاجه. رحت انا واش قلت نجرب القماش تاع الشعر، نظرا لانه قماش الشعر واش الفائده تاعو؟ هو الفائده تاعو يا البنات انه يقوم ب كما نقولوا حنا تنظيف الفروه تاع الشعر، تنشيط الدوره الدمويه في الشعر. هناك عده يعني فتيات تقول لك علاش شعري ما طوالش، فهنا القماش الروعه يا البنات. والقماش عنده اكثر من وصفه، انا اليوم حبيت نعملها بالوصفه المتوفره عندي في الثلاجه، واللي هي عباره على قهوه وسكر وزيت زيتون. ولكن هنا واش نديروا؟ راح نزيدوا نكثروا من زيت الزيتونه. انا شعري ماهوش مصبوغ، يعني الزيتونه نورمال جدا نديروا، لكن اذا كنتم انتم شعركم مصبوغ يا البنات كل ما عليكم تعملوا زيت سانكو، ولا اما تعملوا زيت جونسون مع قهوه وسكر. علاش؟ لانه القماش يتغير لونهم بزيت جوز الهند وكذلك زيت الزيتون. اذا شرحت لكم يعني مليح مليح باش تفهموني. هنا نستعيضوا على زيت الزيتون ببيبي اويل او زيت الاطفال. واش نديروا؟ نخلطوا الخلطه تاعنا عاديه كما نديروها للشعر، عفوا للجسم، ثم نقسموا شعرنا. ديما علاش نقول لكم نقسموا شعركم؟ تقسيم الشعر يساعد في انك توزعي المواد بالتساوي، فبالتالي كلش يستفاد منه. اول حاجه هذا القماش يتعمل مره كل 15 يوم، مره كل 15 يوم على الشعر تاعنا يكون مبلل، مبلل شوي، يعني رشي غير الفروه تاع الشعر واحكمي هزي شوي من هذا القماش في اليد تاعك، وبدي افركي الفروه تاع الشعر تاعك، خاصه الاماكن اللي يكون فيهم القشره وتكون فيهم رائحه مش مليحه. بنات بزاف يقول لي يا ليندا راه عندنا ريحه ماهيش مليحه في الشعر، لكن ممنوع هذا القماش على الناس اللي يكون عندهم شعرهم مصبوغ كما نقولوا حنا بالالوان الفاتحه، لانه كما تعرفوا حنا القهوه راهي تبدل لون الشعر وتغمق الشعره. فبالتالي ديروا القماش تاعكم ونشوفوا انه هبطوا لكم لي غاسين، قيس 5 يعني سنتيمتر ولا 6 سنتيمتر، ثم ابدوا جيبوا القماش تاعكم وحكوا حكوا مليح الفروه، لكن بلطف مش حاجه كبيره. ومن بعد واش نديروا البنات؟ نحكموا نغسلوا شعرنا عادي بالشامبوان المخفف بالماء، ونحطوا البلسم تاعنا عادي جدا. هذه الخطوه تساعد في ازاله القشرة، كذلك تزيل الخلايا الميتة، بالإضافة أنها تحرض أو تنشط الفروة تاعنا الشعر والبصيلات أنها تنبت. اتفهمنا؟ وخاصة يا البنات لو كانت ديروا القماش هذا وبعدها وش تديروا؟ تجيبوا هذا ثوم، ثوم أنا عندي ديما هذا في الفرجدان مخبياته، كل ما قعد قدمة ولا أبهى وأحلى، كل ما عطانا الفاعلية أكثر، وهذا عندي أنا ثوم ذكر. بعد ما تكملوا القماش تاعكم تجيبوه تحكوا عليه هذاك الثوم، لكن طبعا حكوا الفروه بشوي، ما تحكموش يعني تهلكوا الفروه تاعكم هنت تندمجوا. واحد النهار حكمت انا عملت فيها حاله. ديروا شويه، خلوا حتى 10 دقائق واغسلوه، اغسلوه بشامبو القهوه، كنت حطيته لكم في القناه اللي هي تخلطي اي شامبو عندك بالقهوه البن وديريه، هذا راح يوزل لك الرائحه فقط يعني، واذا كنتي تغسلي شعرك مليح راح ينحي لك. اذا القماش يحرض ويزيل الخلايا الميته والقشره من الشعر وينشط الدوره الدمويه، يعني راح يطول لك شعرك، يعني راح يساعد في ازاله القشره، والقهوه راح تنعم لك الشعر. باش يكون في علمكم انه القهوه من اكثر منعمات على الشعر، يعني تحدى اي وحده درك تجيب فنجان قهوه تاع بريس يكون شعرها برك طبيعي، يا اكحل يا ماغون، تحطها ساعه وتغسل وتشوف بعينها اللمعان تاع الشعره، وتشوف بعينها كيفاش الشعر تاعها يولي يبرق، وهذيك القشره تروح بالخف بالخف، لانه القشره هو صح مليح تغسلي شعرك بالشامبوان الطبي، لكن الشامبوهات كلها راهي تهلك الشعر، يعني كما نقولوا حنا تجفوا. هذه طريقتي اللي هو قماش الشعر، وان شاء الله هو حصري على قناتي، فنتمنى تجربوه تهلوا في رواحكم. نحبكم بزاف، والسلام عليكم.